إن من أغلى ما يملك الإنسان هو ماء الوجه، وماء الوجه إذا سقط لا يعود مرة أخرى. كثيرا ما يراق ماء الوجه، بل أكثر ما يراق هو في طلب الرزق. مع الأسف كم من إنسان لا يتحرج في مد اليد والطلب من الناس، لا يتحرج في السؤال فيسألهم عن حاجاته فيجيبونه مرة مضطرين ومرة مستحيين. وليس الفقر عيبا، ولكن العيب أن يعتاد الإنسان السؤال ويعتاد مد يده. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تكفل الله عز وجل بأرزاق الحيوانات، قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا كان جل وعلا تكفل بأرزاق الدواب، أفلا يتكفل سبحانه بأرزاق البشر؟ نعم، كم في ذلك من نعمة عظيمة. نعم، الحمد لله الذي تكفل بأرزاقنا جميعا، تكفل بها ولم يجعلها في يد نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال الله جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعمة الله عز وجل أن جعل الأرزاق بيده سبحانه، أننا لا نحتاج أن نسأل غيره سبحانه، بل كم تتعلق القلوب به سبحانه والرزق عنده، فلا نتعلق بغيره من المخلوقات، نتعلق به سبحانه ونطمئن لأحوالنا أن الله عز وجل رازقنا. نسأله ونبتهل إليه، نتضرع إليه ونتوكل عليه ونأخذ بالأسباب. من حكمته سبحانه أن جعل الرزق بيده، فهو يقدره على ما يشاء من مقادير. فإن من الناس من لا يصلح حاله إلا بالفقر، ومن الناس من لا يصلح حاله إلا بالغنى، وليس ذاك علامة رضا. فإن الله عز وجل يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ولكن الإنسان مطالب بالعمل ومطالب بأخذ السبب. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هل المطلوب نجلس نصلي نقرأ القرآن نتأمل في اسم الله عز وجل الرزاق ثم يأتينا الرزق؟ لا، فالعلم شيء والعمل شيء آخر، المطلوب هو العمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب بطانا وتعود خماصا. فالطير لا يجلس في عشه ينتظر الأرزاق أن تنزل عليه من السماء، يسعى ويبحث ويبذل السبب ويتعلق برب الأسباب. وهكذا الإنسان يجتهد في دراسته، يأخذ الشهادات، يطلب أعلى المناصب، ويعلم أن رزقه بيد الله عز وجل، فهو لا يحتاج إلى أن يسرق ولا إلى أن يغش ولا أن يعمل بأمور لا ترضي علام الغيوب طلبا للرزق. فإذا ما تعلق الإنسان بهذه الدنيا علم أن الله عز وجل رازقه، فهو يتعلق برب الأسباب، ولكن يأخذ بالأسباب، فيجتهد في دراسته، ينتهي من اختباراته، يذهب للمقابلة متهيئا مستعدا لها، يسعى ويبذل هذه الأسباب باحثا عن رزقه، ولكن لا يطلبه بالحرام، فهو لا يغش ولا يكذب ولا يموه ولا يزاحم إخوانه في الرزق ولا يحسدهم عليه، لأن الله عز وجل رازقه ورازقهم. وهكذا نكون كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعل الأرزاق بيده سبحانه.